باش نحكيو على موضوع الساعة وهو العلوش العيد اللي مقلق جزء كبير من التوانسة بسبب الأسعار المرتفعة جدا. شنو رأيك انت؟ متقلقة الساعة ولا رأي شوف التونسي شو يخلص الساعة أول حاجة بخيمو سيكوندو حتى يخلط باش ياكل ساعة أول حاجة هو في سيول الأيام ما يخلطش باش ياخذ حتى نصرة اللحم بور تو دير اون شوز وثاني حاجة يعني شنو شهريته؟ مليون ونص مليون و700 شنو اللي باش يخلص شنو دي 700 كري وزيدوا ماء وضو وزيدوا عنده صغار يقرا ما يعيد مشكله ما يعيدش انا واحده من الناس نقول لا ما يعيدش كان فما بوسيبيليتي انه ينخفضوا فيه وينقصوا وشويه ويراعوا المواطن يعني الشعب التونسي توا بصفه عامه سيي ما عادش يقدر على حد شيء راه ما عادش يقدر حتى باش ياكل راه انا نقول لك وانتو تقولوا فلاحه باهي جو سوي فلاحه اوكي فلاحه يا اخي الفلاحه كلهم لاباس عليهم يا اخي ما عندوش باش يسقي كيما توا ما عندناش الماء يقصونا الفانا نتاع الماء يلزمك تجيب 60 اقل حاجه ب 50000 باش تكتي انت باش لا يعني حتى الفلاح عنده ظروفه تاع سي نورمال العلفه باش يعلف باش يعلف ما عندوش ما يقدرش قديش انت قديش من شاه يبدا عنده قديش باش يعلفهم باش مصاريف راهي مش ساهله يا حسا على الفلاح قبل يقول القايل في ظل الغلاء الاسعار نتاع علوش العيد علاش ما نقاطعوش ما نشروش ماهوش حل المقاطعه سي با كيستيون مقاطعه سي كيستيون دو بيدجي عندك بيدجي تنجم تشري ما عندكش ماهوش بالضرور مش ماكش مجبور عليك هذه سنة أوكي هو قال السيد إنه السنة قال مثلا يمشي يتسلف لا سبحني من استطاع إليه سبيين كيما الحج ماهوش باش تمشي تدين روحك أي سيد يمط أنت يا يعني. وتخلي دين لشكون شكون باش يخليه وأنت في ظروفك قاسية عندك شكون باش يخلص عليك تموت مديونة ومع سيرتو عن الموت الفجئي نحن بكثرة عباد كلها كاردياك كلها داوية على القلب وعلى والصدمات ناش من العيشة من الظروف ظروف قاسية برشا الدولة ويني من هذا الكل الدولة كنا ينقصوا علينا شوية سرقة وشوية لوبيات تخدم في بعضها فهمت وقتها تولي تونس بالحق أما إن شاء الله ربي يعطينا القوة ويعطينا الصبر أول حاجة دي كل بقدرة المولى سبحانه وتعالى فهمت لا تقول لي دولة ولا تقول لي واحد الدولة شو باش تعطيك الدولة قداش منها الدولة هم يسرقوا فيها هم ينهبوا فيها الدولة وكجينا نحن نرقوا ببعضنا ونقفوا ببعضنا ونصلحوا بلادنا ونقفوا لبعضنا رانا ما نعيشوش هكي 12 مليون حاروا فينا 12 مليون حاروا فينا أبسط واحد انجينيور ها يقرا انفورماتيك شهريته مليون و200 تو تيماجين ابار لو ترونسبور ويبدا عنده كهرباء كركاسه الله اعلم به ويزيدوا يستغلوه انفورماتيك يستغلوه نورمالمون علاش البرا يخلص اكثر علاش شبان كلهم هاربين يحرقوا من الوضعيه وصلوا اولياء تقتلوا على خاطر سيجار وعلى 5000 وعلى 10000 باش يمشي يتكيف بها نورماله انت تحس روحك نورمال عايشه في بلادك مانيش عايشين في بلادنا تو سامبلومون عايشين فيها 5 من الناس وشكون مسرق الكبار هكا هاو تو سامبلومون ما نجم يقضي عليهم حد يوقفهم عند حد امبوسيبل لانه اجا نقول لك ناس استانست سيم شاف في دمه مش شايف فهمت الاخر علي جيب شي ينظف البلاد انا واحده من الناس عملت بوليتيك فهمت عملت بوليتيك مزحوني عليه خاطر ندافع على الضعيف على الزوالي على الواحد زاحوني لا دي باش تجي تتقوى علينا واحد الكل لا لازم يجيبوا واحد سارق كيفهم فهمتني يا فوالا وجبت روحي كريمون هاني فري جاي وفلاحه ومفلسه سافا من الاخ يعني فلاحتها ها سؤال بركه اي انا متجنشه برشا وماذا بين هجمنا هالبلاد سامحني لا سامحني باش نقول هيلك ما خلوناش بلادنا مرتاحين ما خلوناش مرتاحين خلينا نكلمك عاد اي كلمه كلمه اسمعني تو في البنوك هم مش متدينين
شنو؟ شريت مفروج. تقول اشتري مقروضات. يا خلينا نكلمك عادي. اي. اسمعني. اي. انت تقول ياخذ على الوش يسلف له ولا قادر يموت. هي ضد. وانت في البنوك متسلفه فلوس وفروج متي شكون يمشي؟ ما نحن نحن نسبقوا نحن الزوالي ما يلتجئش للبنكة، ما عندوش كونت في البنكة. الزوالي الزوالي كردي يمشي كردي. انا ماشي للبنكة تو نمسك البنكة. انت عندك بنك الروجة. فما ناس ما عندهاش بنوك. قداش في الروجة؟ تقول لي يتكلم كلام يتكلم لي قد الكبش هذا بتاع شكون اللي نضحيوا عليه؟ تاع سيدنا ابراهيم. سيدنا ابراهيم جاب شذبح ولده. قال له يا ابراهيم تلفت تلفت يلقى كبش وراه. قال له ولا انت لما اللي صالحي وسوى الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى على زوز كبش، كبش لعيلته وكبش الامه هذه. انت كشتي على وش العيده حتى ما تذبحش سامحني حتى ما تعيدش. الرسول ضحى عليه حتى في بالك. الرسول ضحى على الامه هذه. الله يسلمك يا ربي وفي ربي وفي ربي. يلزمنا نشريو علوش العيد واجب ان نشروه. سنة سنة سيدة ابراهيم. عندك تشري عندك اشري ما عندكش دبر راسك. عندك اشري مش عندك الفلوس تحط تاخذ تخبيهم تخبيهم بعد تقول تينا مش نتاحي تفك علي. اما ما نتداينش انك العلوش ما نكاش العلوش. اشري عندك اشري لاولادك اشري اللي كنتي اتمتع في الدنيا هذية. نحكيو على الزوالي مسكي. خلينا نحكيو على الزوالي. يقول لك انا محروم ديما في شو الزوالي خليه يصور. باه يقول لك انا محروم ديما من لحم العلوش ولا حتى البقري معناتها في الايامات العاديه محروم يستنى في مناسبه العيد من اجل انه يتمتع. نزيدو نحرموه من المناسبه هذه. تو اسمع اجى العشيه شوف الرستورانات تلقاها معبي يجيب بثلاثه معاه واربعه يحط 100 150 الف ثم ربح عليه. هذوك ما جابوهمش ب 50 الف هذاك الجمال باش ما يجا العيد الا تلقى الفلوس هذيك موجوده. باش نفطر انا باش ناكل برا نشي شويه لحم ونشي حاجه طيبه في الدار وناكل انا وعائلتي ونربح هاك الفلوس هذيك. يعني بالنظام النجم وفي ظل الظروف هذه تبذر تتبذر هذاك تسمى يا ربي. ما نحبش قال لك المبذرين اخوان الشياطين. ما فما ترفيه. ما تبذرش حاج ما تمدش يديك هكا ما تعملش يديك هكا. مش ديما مش يا اخويا حسب الظروف. تو انت تشوف عائله شوف. جيت عندهم عام ما جاش فما عائلات اخرين خمم وانت تعفس تعفس في بلاصه خايخه. حط ديما سقيك في بلاصه صحيحه. التونسي ديما يحب يصرف ما حد يحب لها ما بعد تخلي ما بعد تخليها ما عنديش اموري مزمره يا زيني عاد. لكن عندنا الامور هم مزمره مساكله عندنا قليل 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 بس عليهم الاكثريه عندهم ثلاثه واربعه يخدموا في الدار كل حد يصرف على روحه. احنا نعانيو من مشكل البطاله يا حاج. نعانيو من مشكل البطاله يا حاج. تقريبا مليون بطل. انا نخدم على العائله معناها ومنظم اموري منظم لا عندي صف لا عندي قروض لا عندي حتى شيء. ناس تاخذ في القروض والقرض هذاك ربا. اذا كان خذيت القرض هذاك حيت في مكتوبك الفلوس اللي تاخذها كلها تخرج تخرج. لكن اليوم التونسي ايضا ما ناجمش ما يقرضش. لا 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 يتبذر ويسر. يحب ياخوك هذاك خذا كهرباء انا ناخذ كهرباء كيف هو بتدين عليه. هذاك خذا تلفزه كبيره انا عاد ناخذ تلفزه كبيره. ماعادش فما قناعه. هذاك خذا كبش تاع مليون ونص. هي مرته تقول له واش بيه خذا كبش تاع مليون ونص لازم ناخذ كيف هو. نحن نحكيو على وضعيه الانسان اللي ما عندوش فلوس جمله اللي ما يضحيش ما يخلطش بشي علوش. ما نحكيوش على انسان عنده مشاري ينجم ياخذ قرض ينجم لا. اما نحكي لك اكثريه التوانسه زويوله ما عندهمش. هذاك ما الناس كنت تاكل ريت الجماله تاكل من ظهور بعض الجمال تاكل من ظهور بعض احنا ناكلوا مع بعضنا. عندك انت هذاك ما عندوش هزلو تسهل 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 خاطر برشا ناس راهو سامحني خاطر برشا ناس يعملوها استحمار راهو الفلوس يخزن فيها ويطلع لبرا يقول لك والله ما عندي انا ولا اموري تعبه اموري مزمره هو لاباس عليه. هذوك من الناس يوم القيامه يوم القيامه تلقى وجوههم مسوده اللهم عافينا. شكون هم هذوكم؟ ها هذيك امور الدنيا هما فما اللي ما يصليوش ما يعرفوش. انت انت تشري ولا ما تشريش في ظل الاوضاع هذه؟ نحكيو على غلاء اسعار العلوش. تحكي على العلوش عندي نصلي ونقرا عندي مدام سامحني بالله عندي عامين ما عيطتش انا فهمت عامين ما عيطتش سامحني مدام بالله خليك. عندك عامين ما عيطتش عليه؟ ما عيطتش على الظروف نتاع انتريتي وسبعه في العائله
فهمتني؟ لان تريتي سامحني بالله، لان تريت ناخذ فيه 320 دينار، هاو نوريك فهمتني؟ الحم نتعدى نشوف نشوفه بعيني ونتعدى، فهمتني؟ الناس من غير ولا سعر، تجي للفلاح يقول لك الدنيا غاليه وعلف وما نعرف شنو. وتجي اكل قشاره زاده كيف كيف، البارح قلت نعمل نظره باش نصوره مع علوش، فهمتني؟ اقل علوش 1,600,000 1,700,000، منين الزوالي باش يخلط؟ حاجه واحده نطلبها كونه يروفوا بالزوالي. هذا الكلمتين السنه فما امكانيه انك تعيد ولا مستحيل مش نعيد سامحني بالله فهمتني صادق انا نقول هكا ولمانه بالله الحاج كان بحذانا قال لك حتى الزوالي ينجم يعيد مع شويه نظام لانه مش نظام سامحني انا انتريتي كما قلت لك انتريتي 320 دينار شكون يعاون فيك ما عنديش ولادي مازالوا صغار ونعمه بالله الحمد لله ما تقولش باش نعيط تقولش باذن الله ربي باذن الله ان شاء الله ربي كتب لنا ويكتب لك انا الخير نهل كيلو دجاج ب 12000 يا رسول الله وغيرها وغيرها ونين تقول مش نعيط ما تاخذوش الحم جمله في الايامات العاديه ما تاخذوش تخيني توا عام كامل نخزله بعيني ونتعب من الاخر الغلال اسعار على العالم كامل راهو على العالم كامل مش علينا احنا بس العالم كامل والله نتعدى على اللحم نخزله بعيني ونتعدى سواء اللحم ولا حوت ولا غير ظروفي ما تسمحش باش وان شاء الله ربي يتيح بينا من اللي يخاف من ربي وتحفظك وبحول الله ثم امل انك تعيد سنين وبربي بعلوش ان شاء الله صعيب شوي صعيب برشا برشا ما خليها عند ربي وكاهو بارك الله فيك ما تقولش صعيب ربي خلي ان شاء الله ربي مفتوح ان شاء الله ان شاء الله نحن ماناش نقولوا هكا ونعم بالله بارك الله فيكم هاي ربي يعاونك اخر القران ونعم نقرا ونصلي والحمد لله مش بس اخر سوره البقره فهمتني وتشوف شو اللي فيها والحمد لله قريناها نقرا القران ونصلي انا والعائله والحمد لله وان شاء الله ربي يسهل يرحم والديك كيفاش تتعامل مع الظروف هذه كل نتاع غلاء الاسعار؟ لا اش مش انت عام اش مش انت عام نابت للنهار وقسم كل نهار وقسم نابت للمرشي كل نهار مره كيلو بطاطا رتيل بطاطا رتيل طماطم كيلو بطاطا ب 14 يا رسول الله نطلبوا من الحكومه اللي تراعي ظروف الزوال بارك الله فيك الحمد لله الحمد لله ربي خلاوك اللي كانوا عندهم 12 سنه ما نجبدوا ما نجبدوش كنت تعيد قبل عندك عامين ما عيدتش قبل كنت تعيد نفس الشيء ولا نفس الشيء هذا عامين التالي ما نحكيلكش على الواحد وان شاء الله مش مبارك ان شاء الله الظروف ترخص مع هذايا ثم امل ان شاء الله ان شاء الله بحول الله ان شاء الله ان شاء الله متفائلين ثم كان الخير وثم امل ان شاء الله توصل بس عليها بحول الله بحول الله توصل بس عليها من قدام والله بس عليها تونس بس عليه اما هما يتشكاو ويبكاو كاكا يا ودي اطلب ربي انت تقول لي انا ولا مش عايد ولا ما عنديش سكرت باب ربي تبقى طيب بربي محلو بيتها بشان صباحها بشان وهذه مشان ينزل منك من يشاء وياتي منك من يشاء قول لبس عليه واحد ينحيله الملك ويخليها على 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 البلاط واحد ما عندوش يعطيه ربي في عشيه وضحاها نمنوا بربي سبحانه وتعالى يقرا القران تو شوف الشر ما يقراش القران ما يعرفش دينه ما يعرفش روحه وين ماشي إن الاخر ربي يحاسبك حاسبك على الصلاه وحاسبك على القران شنو اللي جبت معاك يا عبدي تقول لي ما جبت شيء معايا ها راني ناكل ونشرب ونرقد وكل شيء ها هزوا للنار لاعب هو اقرا القران كل حرف نهار اخر يسكر باب جهنم كل حرف تقراه يسكر باب جهنم اقرا سوره البقره سوره ال عمران سوره النساء سوره المائده اقراها وشوف ربي ايش يعطيك ما نقراوش القران ايش نعملوا نحن وتقول يا ربي تمد يديك قول ربي اعطيني شنو اعطيت لربي؟ ما عملت حتى سجده اللوته ركعه للمولى فما خير في هذه ايضا الدوله مقصره نورمالمون ماهيش قايمه بالواجب نتاعها تجاه الشعب نتاعها تجاه المواطنين نتاعها في الدين نحكيو في المعيشه في القبه لا لا ما خلي على العالم راهو العالم كل مش تونس بركه راهو العالم كامل راهو يعني هذاك حد جهد الدوله هذاك حد جهدك الدوله راه تعطيك كل واحد راهي فلوس ما هي فلوس مشات لبرا راهو ولا خلوها فارغه البلاد راهو تو بشوي بشوي توصل على زقيها وتو تشوف وتو تشوف اش باش تولي تونس بتولي احسن دول بتولي احسن دول حتى في العالم زاد تو انا اعطيك انا وتفكرني الوقفه اللي قاعده هذه ما تولي تونس احسن دوله في العالم وشوف الصابه سنة زندوبه بركه 450 الف قنطار قمح هذه 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 بلاد واحده خلي الاخرين الشكوى لربي مش يجي ولا ما عنديش ولا موري يا ولدي اشكي ربي صحيح يشكي ربي ومن حقه زاد يطالب الدوله نتاعو انه توفر له الدوله هذاك حد
ما نكسحوش عليه هذا، هذاك حد الدولة، هذاك حد مسكين، هذاك حد مشهود. بالنسبة للتوانسة بصفة عامة صحيح محرومين من علوش، معناتها الحم العلوش ولا الحم بقري، محرومين منه، معناتها وصل السوم معناتها فات 40,000. ما نقولوش الزوالي، الزوالي ما تحكيش عليه، هذاك بصفة عامة هذاك الدجاج ويجعلوش يخلط عليه. وصل الدجاج الكيلو ب 10,000 كيلو دجاج. هذاك معناتها ليش اللي فيه الزوالي ب 10,000. معناتها سوم معناتها خيالي معناتها. واللي هي وبالنسبة للعلوش العيد، العلوش العيد توا 800,000 علوش، كل قطوس. كان يسخ ونحي جلد ونحي دوارة ما عادش يلقى فيه شيء. وتوانسة استانسوا بحكايتك شوية قديد وكل شيء. معناتها 1,200,000 يلزموا علوش باش يعيدوا. اي التونسي حسب رأيك ينجم يقاطع ما يعيدش؟ عندنا ثقافة المقاطعة ولا؟ ثقافة المقاطعة صعيبة شوية، خاطر هو التونسي بصفة عامة يمشي لحكاية سنة مؤكدة بالدين، معناتها يمشي بالدين سنة مؤكدة، سنة سيدنا إبراهيم. ومستانس هو قبل كل عام يعيد حتى في دارهم مع أمه وأبوه يعيد. ومعرس تو وصل معرس تو في الوقت هذا ما عادش ينجم يشري العلوش. يعني يلزمو يعيد بالأسوام هذيا؟ ما يلزموش يعيد، كان في مقدورته معناتها باش يعيد، عنده ينجم يعيد. حتى معناتها وصلت أنا معناتها فما إمام سناه قالك تنجم تتسلف، تتسلف وتكمل باش تشري علوش وترجع ما يسالش عادي. لانه باش نحكيو في الاطار هذايا ثم فتوى قال لك معناتها المفتي حسم الجدل في الاطار هذايا، قال لك اللي يستطيع يشري واللي ما يستطيعش ما يشريش. بدا ينشر روحك هذيك تحيط. اي هذيك هو مش ياخذ فلوس ويرجعهم، راه مش يرجعهم، معناتها فما توم معين يتفاهم معاه مش يرجعهم له. هذيك مثلا عادي، معناتها هذيك في صوره ما اذا ما عندوش خذا فلوس وما عادش باش يرجعهم، ما عادش يقدر عليهم. انت كمواطن تونسي اذا كنت ماكش قادر تلتجئ انك تتسلف والا تعمل اي حكايه باش تشري؟ أنا كمواطن تونسي نلتجئ باش نتسلف، نلتجئ باش نسلف. عندي 500 نزيد 500,000 اخرى ونشري علوش مالو. المقاطعه بالنسبه ليك ماهيش حل في انه الاسوام تطيح؟ المقاطعه تنجم الاسوام تطيح، كان تبقوا المقاطعه تنجم الاسوام تطيح. اما صعيبه ما نطبقوهاش. اما صعيبه خاطر راك تشوف يلزم الاتحاد، الاتحاد هو اللي مش ينجم يطيح في السوق، فهمتني؟ مشي معناتها مقاطعه مليون مقاطعه و6 ملايين يشريو مش